النهارده بتخطط المنافسات طبعا تصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه المغرب 2025، وتاهل 21 منتخب للبطوله وبيتبقى فقط 3 مقاعد هيتم حسمها النهارده بالجوله الاخيره. اتاهلت منتخبات المغرب البلد المضيف، مصر، جزر القمر، تونس، الجابون، نيجيريا، بنين، الجزائر، غينيا الاستوائيه، انغولا، السودان، زامبيا، كوتيفوار، الكونغو الديمقراطيه، مالي، الكاميرون، زيمبابوي، جنوب افريقيا، اوغندا، السنغال، بوركينا فاسو. وباقي اخر 3 مقاعد والمنافسه في المجموعه الثالثه بين بوتسوانا وموريتانيا، والمجموعه الثامنه بين غينيا وتنزانيا، والمجموعه التاسعه بين موزمبيق وغينيا بيساو. نروح بقى لاخبار منتخبنا الوطني. بيخوض المنتخب الوطني الساعة 5 مساء اليوم مباراته الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب أمام بوتسوانا على طبعا استاد الدفاع الجوي. بيدخل منتخب مصر المباراة بهدف الفوز للحفاظ على سجله خاليا طبعا من الهزائم مع مشوار التصفيات، كما أن المنتخب حسم بطاقة التأهل لأمم أفريقيا من الجوله الرابعه بعد الفوز طبعا بيها وتحقيق 12 نقطه، وده اللي اعطى كده المدير الفني كابتن حسام حسن الفرصه للدفع بالوجوه الجديده امام كاب فيردي في الجوله الخامسه. طبعا رغم اقامه اللقاء بره ارضنا، وطبعا انتوا عارفين منتخب مصر بيتصدر المجموعه الثالثه بتصفيات امم افريقيا بالرصيد 13 نقطة، وبعد كده يجي منتخب بوتسوانا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما كاب فيردي فبيأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل منتخب الموريتاني رابعا برصيد 4 نقاط، وبيغيب عن مباراة اليوم محمد الشناوي حمدي فتحي للإيقاف، كما يفتقد منتخب مصر محمد شحاتة بعد إصابته بتمزق في العضلة الضمة. أما كاب فيردي كان كان المنتخب قاد ابتدى كده المعسكر الحالي وسط غيابات بالجملة بسبب الإصابات، وعلى رأس بقى الغيابات دي رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد سيد زيزو، خالد صبحي، كما تم إراحة نجمنا محمد صلاح عن الانضمام للمعسكر، بينما طبعا بيستعيد المنتخب في مباراة اليوم الثنائي محمود تريزيجيه مروان عطية، وده طبعا بعد انتهاء الإيقاف جنب عمر مرموش اللي غاب عن المباراة الأخيرة بسبب قرار كابتن حسام حسن بإراحة اللعب، وعايزة أقول لكم كده وطلب منهم ان هم إعفائه من السفر.